الملتقيات في الأمم المتطورة لا تكمل النشر فحسب، بل تخلق احتكاك الكاتب بالمثقفين بعيدا عن لغة الأوراق ورائحة الحبر. أما عندنا وخاصة في ظل أزمة النشر التي يعاني منها الكاتب الجزائري، أصبحت الملتقيات هي المتنفس الوحيد للمثقف الذي يجد من خلاله تبليغ صوته ونشر أعماله، وعلى الأقل يجد اسمه على صفحات الجرائد. إلى جانب ذلك نجد الصفحات الأدبية التي ساهمت مساهمة كبيرة في التقاء المثقفين وخلق حيوية على مستوى الممارسة الأدبية، وذلك لصناعة مشهد ثقافي. إذن الملتقيات بالرغم من المؤاخذات الكثيرة عليها، إلا أنها على الأقل ساهمت في تأسيس تعامل حضري بين المثقفين بالرغم من وجود ثغرات فيها، وخاصة إن نشر الكتاب يعتبر بعيد المنال بالنسبة للكتاب. فإذا سألنا أحدهم عن خلفيات مشاركته في ملتقى أو إقامته، سنجد الجواب حتما هو إسماع صوت الأديب وتأكيد حضوره بعدما أصبح النشر شبه مستحيل، سواء على المستوى المادي أو غيره. فالملتقى يبقى هو الصفحة الأكيدة التي فيها يجد الشاعر والقاص والناقد صوته ويرى من خلاله حضوره الفاعل في صناعة كيان ثقافي للبلد. الأزمة اختلفت نظرات المثقفين لها، وكل حسب انتماءاته وإيديولوجيته، وتبينت المواقف من خلال هذا الرصيد الفكري. ويبقى السؤال مطروح، هل احتوى الأدباء هذه الأزمة أم أنهم تفاعلوا معها كظاهرة تستقطب الناس؟ بالنظر لواقع الحركية الثقافية الأدبية، يدرك ما لا يدع مجالا للشك أن المثقف غائب بنسبة كبيرة. وهل يكفي أن يرفع شعار ما لمعالجة أكثر من ظاهرة في الحياة الأدبية مثل ما حدث في الأيام الأدبية للعلم بولاية سطيف؟ هناك من استطاع بجهده الخاص أن يتخذ موقفا من الأزمة، وهؤلاء يعيشون خارج الوطن، وهناك من التزم الصمت اقتناعا بأن الأزمة أكبر من قدرات المثقف، وهناك من دخل زواياه مثقلا بمواقف سياسية أكثر مما هي ثقافية. إلا أن في مجملها تلخص مدى غياب المثقف وتهميشه، وخاصة في مثل المراحل الحرجة من تاريخ الوطن. أصدقاء الحياة، رغم من كل العوامل التي قد تلم او تحوم حول المثقف، تبقى الايام الادبيه هي المتنفس الرئيسي لنشر اعمال الاديب والمثقف والتعريف بالاعمال الرئيسيه للاديب والمثقف الجزائري. اذا كنا شاهدنا من خلال الصور دوره من دورات مهرجان او الايام الادبيه في العالم دائما، وهذه يعني دوره 12. ممكن نقول لك يعني فيه ملتقيات كثيره يعني تكون يعني او تنظم في الجزائر وفي مناطق متعدده، لكن ماذا يميز ملتقى عن العالم عفوا عن باقي الملتقيات؟ كما سبق وان قلت لك سابقا، فملتقى العلم الادبي فهو الملتقى الذي اعطى صوره لباقي التجارب. اقول مثلا اننا ان في العلم كنا نحن في الطبعه 12، هناك ملتقى اخر في مدينه عنابه الذي هو ملتقى المدينه والابداع في طبعته الخامسه على ما اظن، وفي قسنطينه ملتقى الادب الجزائري المعاصر منذ ايام فقط في قسنطينه. ولكن كل هذه الملتقيات تبقى في شكلها خاصه ضعيفه، خاصه في شكلها لم تستطع ان تصل مستوى الايام الادبيه لمدينه العلمه. فقط في الفارق هو فارق اولا تنظيمي، لكون التجربه التنظيميه في العلمه اكبر، ولكون الامكانيات الماديه المتوفره في مدينه العلمه أكبر من للمنظمين الاخرين، وعليه نحن نستغل كل هذه الامكانيات التي توفرها بالطبع وبنسبه 100% بلديه العلمه، مثل ما يحدث الآن في تنظيمنا للطبعة 12 التي يرى الجميع بأنها يجب أن تكون متميزة، خاصة بالحفل الافتتاح الذي نسعى في هذه
المرأة إلى جعله حفلا متميزا يأخذ أشكالا غير الأشكال والأنماط الكلاسيكية السابقة في التنظيم. يعني مثلا نقول أنه حفل افتتاح أيام أدبية يجب أن يقتصر على الشعر، ولكن الحقيقة أنه حفل الافتتاح يجب أن يكون بروتوكوليا وفنيا أكثر منه أدبي وشعري إلى آخره متفصل. وعلى هذا الأساس قامت مدينة العلمة في بلدية العلمة في الفترة الأخيرة بتحضير جوق موسيقي لأطفال صغار سيقومون تحت قيادة الأستاذ سليم قدوم بافتتاح الأيام الأدبية الثانية عشر، وهذا من أجل إثبات أو إرساء صورة ثقافية أو مشهد ثقافي آخر عن النشاطات الثقافية القاعدية بمدينة العلمة. كما أن هناك بالإضافة إلى هذا الجانب الفني الغنائي الموسيقي هناك جانب فكاهي سيشارك في حفل الافتتاح فنان كوميدي. ثم في مرحلة ثالثة تأتي التكريمات لأسماء كبيرة جدا. هذه الأسماء تدرسها دائما لجنة الأوسمة لبلدية العلمة التي رأسها طبعا رئيس المجلس الشعبي البلدي. هذه الأوسمة خاصة التكريمية تمنح كل سنة على هامش في حفل افتتاح الأيام الأدبية لمدينة العلمة. هناك وسام الاستحقاق الثقافي أديب سيسلم هذه السنة للأستاذ عبد الله حمادي، وقد عين مؤخرا من مؤسسة البابطين كأفضل شاعر عربي لسنة 2001. في الوسام الاستحقاق الثقافي فنان سيتسلمه الأستاذ المخرج الكبير محمد حزورلي من محطة قسنطينة الجهوية، ووسام الاستحقاق الثقافي الصحفي سيتسلمه أيضا الأستاذ الأديب محمد الصالح حرز الله. نعم، وهذه كل هذا الاحتفاء بالأديب بالاحتفاء بالمبدع في مدينة العلمة في حفل الافتتاح يأخذ شكلا غير الأشكال التي يأخذها في الملتقيات الأخرى، بحيث أننا مثلا على جميع الأشكال الشكل الأول وهو الشكل التنظيمي، لأنه أي ملتقى إذا كان لم يكن هناك تنظيم جيد وإمكانيات كبيرة لا يمكن أبدا أن نقول بأن هذا الملتقى نحدد من خلال الإمكانيات والتجربة التنظيمية نسبة النجاح. وعلى هذا بنسبة نجاح ملتقى العلمة توجه كل المبدعون الذين زاروا مدينة العلمة وأكدوا على أن العلمة هي كعبة الأدباء الجزائريين، ولنا أن نفتخر بهذه وكل مدينة العلمة تفتخر، حتى أننا الآن ونحن نحضر لهذه الطبعة وبدأنا بالملصقات واللافتات. كل المدينة تستعد، تلاحظين أن المواطن في مدينة العلمة أصبح يفتخر ويعتز بهذا المكسب الذي أصبح ومكسبا ثقافيا مكسبا أدبيا وثقافيا. أصبح المواطن في مدينة العلمة يعتز بهذا المكسب.